أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الفائت لتبلغ ذروة 10 سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية. هذا ما جاء في تقرير منظمة الأغذية الزراعية التابعة للأمم المتحدة والتي رفعت توقعات الانتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن. لكن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع. مؤشر المنظمة العالمية لأسعار الغذاء والذي يرصد الأسعار العالمية سجل 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011، أي بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس عند 128.5 نقاط. على أساس سنوي ارتفعت الأسعار 32.8% في سبتمبر، وكانت بعدها ارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة تقريبا العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل وضعف الطلب القوي من الصين خصوصا.